بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله يا الله فتأتك هنا كعشورة صومك تعجنة اللاتشو አንዳንድ የሚነሱ ጥያቄዎችን ተቀለል ባለ መልኩ ለመዳሰስ ይሆናል ማለት ነው። ይህም የተወሰኑ አንድ አራት መስአላዎች ወይም ደግሞ ጉዳዮችን ያካተተ ይሆናል። ምሳሌ አንደኛ ቀዳ ያለበት ሰው ቀዳ ያለበት አለ። ምሳሌ አንድ ሰው የረመዳን ቀዳ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ቀዳ ያለበት የሆነ ሰው ነገ የአሹራን ቀን ሁለቱ አንድ ላይ መሰብሰብ ይችላል ወይስ እንዴት አርጎ ይጾመው የሚለው ጉዳይም እንዳሰስ ይሆናል። ሁለተኛው ደግሞ حيض ያለች ሴት رمضان يعني ين عاشوراء قال لما تصوم في لاكوت نبرات نيا ولات نجر جنب محل حيض متابس الصوص عندي شنو متونو ميلو نجرنا يالن بشتنيام بشتام يونه يازو سو يتلكلو سو كنصو معناتنو عندهم دمو ياملتو سو قضا موطات يشلال وي بحيض مكنيات لون يشلال بونه سبب ودمو يال سبب معناتنو ينن عاشوراء قال ياملتو يونه سو قضى موطات يشلال وي اميلوتن نزي هارط وي عندهم خمس مسالوتين من داسس يونه بالله فكاد የሚጀምረው አሹራ ቀዳ ይወጥ መውጣት ይቻላል ወይ ሚሊዮን እስቲ እንዳስስ መንፋተሁ ሲያሙ አሹራ فانه لا يقضيه አሹራ ያመለጠው የሆነ ሰው አሹራን ቀዳ ማውጣው ለምን ከተባለ አንደኛ لعدم ثبوت ذلك ይህን ነገር የሚጠቁም መረጃ ከመልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም የመጣ ነገር የለም ያመለጠው ሰው قضى ياوطا اميل ويم دومو بزي لا يمملكت يونه كملكتينو عليه الصلاه والسلام يتيازي متى نكر الا ولان الاجر متعلق بالصيام يوم العاشر من شهر المحرم وقد فات شرع عائد نجدو عاجر ياسقمدو يا عاشورا يا 10ኛውን ቀን የጾመ ነው የተባለው ስለዚህ ታዕሊቅ የተደረገው በ10ኛው ቀን ነው። የዚህን ቀን ጾም አጅር ይገኝ ዘንድ የተንጠለጠለው ወይም ደግሞ የተደረገው የተደነገገው 10ኛው ቀን ላይ ነው። ስለዚህ 10ኛው ቀን መጾም ያልቻለ ያመለጠው ሰው ቀዳ ያወጣው ማለት ነው። ለምን አልፎታል? በቃ 10ኛው ቀን ተብሎ ነበር፣ 10ኛው ቀን አላገኘውም፣ አልጾመም፣ አለፈው። ስለዚህ ጾሙንም ከዛ በኋላ ምን ያደርገው? ቀዳ ያወጣው ማለት ነው። ينم بتملكته وقد سئل الشيخ ابن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من اتى عليها عاشوراء وهي حائض هل تقضي صيامه ابن عثيمين من تبالو عاشوراء كان متطبط كذا بعد حائض متطبط ايه نجر اندي تادرغو قضى طوي تبلو تطيقوا فاجاب من سيملسوا منالو النوافل نوعين يعني اندي ترف سراوج ሁለት አይነት ናቸው። ነዋፊሎች ሱና ወይ ደግሞ ከፈርድ ውጪ ያሉ ነገራት ስራዎች ስናያቸው ሁለት አይነት ነገር ናቸው አሉ። አንደኛ ነው ለሁ ሰበብ፣ አንዳንድ ስራዎች ከሰበብ ጋር ከምክንያት ጋር የተያያዙ ናቸው አሉ። ወነውዑ ለሰበብ አለ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ሰበብ ወይ ደግሞ ምክንያት የሌላቸው ነው ሙጥለቅ የሆኑ ነዋፊሎች አሉ። አንዳንዶቹ ከምን ጋር የተያያዙ ከምክንያት ከሰበብ ጋር የተያያዙ ነዋፊሎች ሱናዎች አሉ። ስለዚህ ምን አሉ ቀጥለው فالذي له سبب ان ذا كمكنيات يتيازو سنة تكباراتوج يفوت بفوات السبب سببو كاملتو سراونم ياملطال بك يونه سنة نبره كهونه مكنيات يتيازا كهونه يا مكنياتو كاملته سنونم ياملطنا ስለዚህ ولا يقضى معناتنو قضاء ያወጣው ማለት ነው። ለዚህ ምሳሌና በጁ ምሳሌ እስቲ ከምክንያት የተያዘ سنة ሆኖ ያ ምክንያቱ ካመለጠ ቀዳ ማውጣት የማይቻል ሆነ ምክንያት እንደዛ አይነት ዒባዳ ሱና ሲጠቅሱ ምን አሉ? ተህየቱል መስጂድ አሉ። ምሳሌ ተህየቱል መስጂድን ብንወስድ አንድ ሰው መስጂድ ሲገባ የሚሰግደው ሁለት ረካዓ ተህየቱል መስጂድ ይባላሉ። لو جاء الرجل وجلس አንድ ሰው መጣና መስጂድ ሳይሰግድ ቁጭ አለ ተቀመጠ ثم طال جلوسه ከዛ በጣም ብዙ ሰዓት ላይ ቁጭ አለ ሳይሰግድ ማለት ነው። ከዛ ثم اراد ان ياتي بتحيه المسجد سلام الله اهون مجمنا قلت سلام الله سايسجد قلت انا اهون تنسى انا من
بقال لسكدو علينا قبل أوطاو يعمل لتنين مرو ليسجدو بالنسع له بالنسع لم تكن تحية للمسجد بيسجدو هلتو النزا هلت ركعة تحية المسجد لبالو هيتشلو لمن لأنها صلاة ذات سبب أجي تحية المسجد كسبب كمكن يعطيه تهيز جنات مربوطة بسبب كمكن يعطيه يتقران يجنات سلزي فإذا فات مكنياتو كعمل سلام اللتا فاتت المشروعية يا يتدنقق وتحية المسجد ويبارو عمل تطالب مكنياتو من دنو مسجد مقباتنا بك يتبالو من دنو مسجد كمقباتك يتعزنو عنده قبع سايك أمت من أمي سجدو صلاة وتحية المسجد بلو مالد سلزي قبعنا ساي سجدو بزو ساعة كوتش على مكنياتو عمل لتا عمل على ملتا مكنياتو عمل لتا سلزي زين جزي عون تحية المسجد تنستو قضاء لاوتاو تسكرو بيل أي هنا تحية المسجد تدرقو عياز اللتا مالتي صلاة تكبينت يلو من للم لن تحية المسجد أيهون اللتم لمن مكنياتو سببو مسجد تبقى نبر كزا قيتي هذا النبر مكنياتو سلام اللتا السم عملتو حلبك أي بالان مالتنا كزا منارو ومثل ذلك لك يزيح عم سيجانو فيما يظهر قرص اندمي هونو علو يوم عرفة ويوم عاشورة يوم عرفانا ويوم عاشورة يعاشورة أمنا يعرفة أمكم لك الذي هناتجو كمكنيات قيتي هذا هناتجو مكنيات اللاتشو يعرفات قمم يعشرات قمم سلجي فإذا أخر الإنسان عند سو لجك حزا قيو عند سو كحزا قيو صوم يوم عرفة يعرفان كان ويوم عشرة يعشران كان كحال تقوم كانو راي مالتنو كحال تقوم بلا عذرين يعلم مكنيات زنبلو كحاسها اللفهو فلا شك منم ترطرين لهم أنه لا يقضي منم قضاء وطوم مثالي نكا يعشرات كانو مسؤوم يتعال عن صومهم علفوا يعلم من معذر كذبوا هلا أرعمل لتنقضى لأوتاون دي بلا من الوالد هاي التوضو ولا ينتفع به لو خضاه حتى قضى راسه بيه وطاو عشورة هنا أي مزق باللتب يعرف أنك اللي كنت أدوها قضى بيه وطاو يعرف أنه تولى أي مزق باللتب قضى يا وطاو مر لمن كان ممكن يعطي يتعزن برك ممكن يعطي من دنه الله سبحانه وتعالى يا عشورة كان نبي عليه الصلاة نبي موسى عليه السلام هزبوتو كفرعون تقونا يا دانبت فرعون دمو يحسن متبت أنه ممكن يعطي هنو الصوم يحسرن يوقن يا عشورة كانه سلزي هي عشورة صوم كممكن يعطي كذيك يتعزنه سلزي بزان ممكن بزان كان مسؤوم قال شاك سببه عمل طال سلزي قضى موطعته أتتشل مالتنا بتصوم راسه قضى بالتوت أو راسه من أيون مالتنا يا عشورة كان تدرقه هم مزد قبل لهم مالتنا يا لعوذر يا سلفه صوم طيب أما إذا مر له كالفه على الإنسان وهو معذور عذر كالوس أهون يا لعوذر يا سلفه صوم قضى يوطعهم بيوضع ما يتكن بكم بلنا طيب بعذر يا سلفه صوم بعذر مزوم يالجال صوم في الزنك صوص قضى يوطع مثالي كالمرأة الحائض حيض يسيد والنفاس يوليد دم يسيد أو المريض وين دم بشتين أنا جاهم عذر على جو إذا كان مزوم يشيلون بره جن عذروك هذا كلاجو ترى النزيه لك عذر دليل لو سو نسم قضاء وطمنه ويس قضاء وط قالوا كتب على من قالوا فالظاهر أيضا هون مزيجا بعذر منك بيعمل تو ظاهر جلسه يهونه سنايو أنه لا يقضي قضاء وطم بك حيض يم قضاء وطم والنفاس قضاء التوضع مريض بشتن يونسوك أنو لا يعيشر نجا مسهم قال شعر قضاء عوضوك مالو لمن لأن هذا خص بيوم معين إيه يعيشرك أن تتقدب بأسرين ومحرم أسري تقدبنا يفوت حكمه بفوات هذا اليوم إيه كان سايسهم يعملت أو سو خلاص عشر عملت أو مالت بمكنيات منهم يعني مكنيات يعني مكنيات زنبرو يا سلفو سوج الناسون بك عمل لتاشو عمل لتاشو بمكنيات عذر يالاشو سوج حيض بشتن يالنا يوليد دم يالو سيتوج راسو نجي عذر يالاشو سوج راسو عمل تواشو سجي عذرو سيوجد حيضن يوم حيضو ستارا عندهم دم مالتنا يوليد دم كوليد دم ستارا بشتن يوم كبشتاو سيدن قضى الناوت او ميلوت نقر عيد لنباك انو عمل تواشو عدن للاشو عدن ابن عثيمين مجموع الفتاوى حين يوم مجلد 43 جزء هنا سمروال سدي قضى يوطوت مالتنا ما نم قضى يوطوا مالتنا عاشورا نصوم لكن نجرجل من كان معذورا عذر يالله كهونه كن عذر يالله سو في تركه للصيام ايه صوم لمته عذر يالله سو مثالي بشتين حيدنا مسافر مثالي من قدن يهونه سو عذر الله اذا كان عاشورا لمته من قدن يهونه عذر الله بشتين عذر الله يوليد دم لا يلسوم عذر الله الله يوليد دم لا يلسيد
عندو حي جملة ليست أزر عدات أزر ناج أهون كم أصلا يكلك راجع من درمن دنو إيه أزر نو وكان من عادته إيه أزر يعلو سو سيطان تنوند مع دنو تلم دوك هنا صيام ذلك اليوم كذي بفيت بقى عشرة عملت أم نبر كلي الصم بقى حيدي إنجي كذي بفيت عشرة عملت أفنبت أم نبر يعرفها كانت أم نبر بشتن يوم يس أم نبر كذي بفيت كن أهون يجندرو بشتن متعبت مسافرو مالتهم سفر غزو بيوت أنرو كل عشرة يتوان برجل زندرو غزو متعبت ذنبي كاسل لفوت عاداتك وندي كهونة أو ويم دمو كان له لية في صيام ذلك اليوم وين نيا نبرو نجا لمتهم نيا نبرا نجا لهم نجا لسهم ستر زاري حيد متا وين دمو نجا بقات أمي صوما يندر لك حيد اللي متا يجلال وين دمو دقات أمي نيا نبرو ليس أمسيل غزو متعبت وين دمو نيا نبرو ليس أمسيل وين متعبت بشتا متعبت اندي هونو سووج فإنه يؤجر على نيته بنيو الله أجر يصف لك إن شاء الله من دلنا الذين ممرجات لما روى البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال أبو موسى بسر الفقهاء البخاري تزجبوا من على ملك عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا على ملك عليه الصلاة والسلام بشتنيا وين دمو من جوزو يوت أسوال كتب له عجر يتعف اللتان مثل ما كان يعمل مقيمة صحيحا تقينين يا بنبر بتنا عجر بيت لي جوزو بالو تقبس أهل سيسارة وينبر وسرا ملو عجر يتعف اللتان مل كم سرا يسارة نبر جوزو متعنا يعمل كم سرا كم سرا تقارتو انديم جمو مالتنا بشيطة متعنا قارتو من علو منكتين عليه الصلاة والسلام بزي مكنس قدر سلالو من داو عجر يسعف اللي تعالى لكن دازو يوليد دم مراي حيدون يالي سيك لكن دازو يوزو استقبع لك سازي كذي بفيت لمد نبرات هولي تسعو نبرة حيد متعبات اهون لا لمسعوم كالكالات وين دمو لي يادرقا لمسعوم ستر بمهال تولو حيد ومتعبات سازي كيسيد ان شاء الله الله سبحانه وتعالى عجران يسرعات من داو يملدات يعشران تروفات الله سبحانه وتعالى يسرعات والله فكاد من اتونم بعدها تكسر مالتنا ليا نورات اللي أردري كلك لا تزيد أجيست جوال ليش مالتنا طيب جن قضاء موتاتس يلا بأذرهم هنا يعني عذر أو ليا نورات من دكان بأذر زيون الله سبحانه وتعالى نيا كله يندم كذي في عادو ينصر سيسرا وينبر عشرة نيس أمي ينبر يندم نيا نورات عذر وين تقبسوا الله إن شاء الله جرو يسفل لتان يا لنيا يعني على عذر زمبر يسال لفوسوس سوين من ما يسفل لتان قضاء موتات ما يتم قضاء موتات من بولتهم ليك مساسينه طيب ينكش الرسل قضى مياوت أيهون السوسين بيتيس أمه مثالي نجا مثالي كذيوف تيس أمه تاتي رمضان كان عطوش قضى اللبات سي نجا دمو عشورة كان مدى عندي تارقة تيس أمه تشو قلت النية عند لأي سبسبا مسوك شالش نجون كان عشورة نا ديب دمو قضى بل عند لأي موتات تيس لالش ين دمو ابن باز رحمه الله تعالى تتأيق من لسوت نجا رعلا من كان عليه قضى يومين من رمضان ويريد أن يصومها يوم التاسع والعاشر فهل يجيئه عن قضاء وعن يوم عاشوراء تبالو انسو رمضان قضاء يود ابا اللبت ويندوم ليش فردوش يهونو فرد يهونو صومو كمالتنو قضاء يود اي اللبت يصوم اي اللي هنا سو عاشوراء كان دي قبابت يعاشراء كان اللي تارجو يصوم عاشوراء بلو يصوم ويس قضاءن بلو يصوم ويس قلتو عند اللي مسبسة في شلال يقول لتم اجرنا جيتي شلال ملس من بلو ستو لا شك من انتر تري لو نقر ان قضاء صوم الواجب واجب هونو صوم قضاء موتات اهم من النوافل كترف صوم بتقام عسى السابيو قضاء موتات هونو لمن فيعني فردنو فردن قضاء موتات كلمات ينقو دمو عشورة من دنو نوافل نو يعرفان كان بهون نوافل نو سلزي النزي نوافل وشن كما صوم قضاء موتات كرمي لستو يقبل عنه فإذا كان على الإنسان أيام رمضان عند سوك رمضان يتصنع يصومون كناتوش كاللبت أو أيام منذورة ويندمو يتصالاتوك كناتوش كاللبت يصومك هنا أو كفارة كفارات ويندمو كفارة يما بشا صوموش مالتنو ميتهم كهنا فهي أهم من النوافل النزي سوستو صوموش بدي تصرح يكفارة صوم ينذر يسلت صومنا يرمضان صوم كدي تاناجونا كدميا النسون بامس أمري تكره ليسة إجبال كعشورانون تعرفا كان صوم بفيد وإذا صام يوم عرفة أو يوم عاشوراء من القضاء
ያሹራቀ ነው እንደማ ያራፋቀ ቀዳውን ብቻ ቢጾም ፈላ ባስ ችግር የለውም በቃ ነገ ያሹራቀ ነው አይደል ቀዳውን ይጾማል ነገ ያሹራቀ ነው አይደል የነበረባትን ያለባትን ቀን ትጾማለች ማለት ነው ችግር የለውም አሉ ወነርጁ ተስፋ እናደርጋለን አን ይጅማ አላህ ለሁ ኸይረይን ወልአጅረይን ይሁለቱም ይቀዳውንም ያሹራውንም ኸይር አላህ ለዚ ሰው ይሰበስብለታል ብለን ተስፋ እናደርጋለን አሉ ሁለቱም ይሰበስብለታል ምን ከሆነ اذا كان لم يمنعه من الصوم من صوم عاشوراء ይህንን ያሹራ ቀን ለመጾም ያልከለከለው የከለከለው ነገር ከሌለ الا قضاء اليوم الذي عليه والايام التي عليه ይህንን በሱ ላይ ያለበትን የቀዳ ጾም ካልሆነ በስተቀር የከለከለው ነገር ምንም ከሌለ መጾም እየፈለገ ነገር ግን ቀዳው አለበት ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ አንድ ላይ ሰብስቡ ቢጾማቸው ሁለቱም ኢንሻአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሁለቱም አጅር ይሰጣዋል ስለዚህ ይሁለቱም አጅር ይሰጣዋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ፈይርጃ ለሁ ፈድሉ ሃዛ ወሃዛ ያሹራውንም ፈድል ያንድ አመት ወንጀል ያብሳል የተባለውን ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ማለት ነው የቀባውንም አጅር ምንዳ ፈድል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሰበስብለታል አላህ ይሄንን አይሰጠውም ብለን አንልም ብለዋል ስለዚህ እኛ ምን ነው ይሄ ነው ማለት ስለዚህ ነገ ያለበሰው ቀባውን ከመጾም ጋር አሹራን ኢንሻአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በንያው ይሰጣዋል የሁለቱንም አጅር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይመነደዋል እንላለን ማለት ነው ኢብኑ ባዝ ይሄንን ተተሰጥቷል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰማነው ምን ተቀመ ያደርገን ሀዳ ሰለላሁ ዐለ ነቢና መሐመድ ወዐለ አሊሂ ወአስሐቢሂ አጅማኢን